انا بصراحه شفت اللوح بتاعتك والصور وعجبتني جدا، حسيت كده بحاله بهجه وفرحه. الصور تحسيها بتتكلم، فيها روح، فيها حياه، وصور مختلفه عن معظم الفنانين التشكيليين التانيين. ان معظم الناس بترسم يعني نماذج تانية موجودة في المجتمع، انت اخترتي الست المصرية الكيرفي اللي هي بلس سايز شوي، اشمعنى؟ هو في البداية انا اصلا عملت ماستر في الاناتومي، الناس اللي بترسم بتحتاج انها تدرس اناتومي، فقعدت فترة من الوقت برسم يعني مودلز زي الكتاب ما بيقول، بنسب تشريحية مظبوطة، طول معين، وزن معين، النسب كلها كانت مظبوطة، لحد في مرحلة كده من المراحل كنت حاسة ان عايزة اخرج برا القاعدة بس مش عارفة اعمل ايه. يعني كنت حاسة عايزة الاقي بصمة مختلفة في الارت نفسه، ده من جانب الارت. في نفس الوقت كنت بدأت اجوين الانستجرام والسوشيال ميديا، وبدأت الاحظ ان الناس على السوشيال ميديا حريصة ان هي طول الوقت تظهر بمظهر معين، حتى لو الناس اللي دي انا اعرفها في الحقيقه وهي في الحقيقه شكلها مش كده، هما بيختاروا انجلز معينه للتصوير، يحطوا فلترز. فحسيت ان السوشيال ميديا بتخلق حاله معينه من عدم الراحه مع حياه مزيفه، مش هو ده الطبيعي. يعني الناس دي زي ما انت بتقولي لو بيستخدموا فلترز فبالتالي شكلهم هم نفسهم في الحقيقه مش كده اصلا، او كانهم مش مرتاحين في ذير اون سكين، مش مرتاحين في جلدهم وفي شكلهم الطبيعي، طول الوقت بتدور على يعني مظهر اكثر مثاليه. طب هو ليه، سالت نفسي، هو ليه اصلا انت حاسس ان انت محتاج تعمل كده، او ليه اصلا انت مش مثالي زي ما انت بنسختك المميزه او بشكلك المختلف عن بقيه الناس؟ فوالله بشكل تلقائي، ويعني انا بمارس الفن بشكل يومي، فبدا يظهر معايا هو تلخيص جديد او صياغه جديده لشكل السيدات او لشكل الجسم بشكل عام. احيانا برسم رجاله برضو بنفس الصياغه، فحسيت ان دي ترجمه السبكونشس بتاعي او عقلي الباطن للقضيه دي، خاصه ان احنا كستات طول الوقت مش راضيين عن نفسنا مهما عملنا، مهما كان وزننا، مهما كان، يعني طول الوقت حاسين ان في حاجه محتاجه زياده، لو بس دي تخس شويه، لو بس مناخيري مش عارفه ايه شويه، لو شعري يطول شويه. فاحنا طول الوقت في حاله من يعني عدم الرضا مع الاسف. حسيت لا، انا عايزه بقى الزمن يقف جوه اللوحه، هم راضين عن نفسهم تماما بكل الفلوز او يعني اي حاجه، بكل العيوب.